عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم في الله أبكر عدم رابع من دولة نيجيريا محافظة كانو تحديدا، والذي كان يستوطن الآن في دولة نيجر عاصمة دولة نيجر النيامي. وقد تحدثنا منذ الأمس مع الدكتور حادم أننا يعني أنا من ضمن من اخترتموه للمشاركة في مناقشة هذه القضية التي طرحتموها، التي هي بعنوان أسباب انتشار الشيعة في الدول الأفريقية وطرق علاج انتشار هذه المعتقدات الفاسدة. وقد ذكرت منذ ليلة الأمس مع الدكتور حادم تناقشنا مع الموضوع كيف يمكن أن تكون المناقشة هذه، وقيل إنها يعني تكون في الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. وأنا حسبت الأمر ورأيت أنه المناقشة تكون في إحدى ساعة العشرة والنصف إلى ساعة يعني إحدى عشرة مساء نحن عندنا في النيجر. وقد ذكرت أننا الآن في مشكلة، وهي مشكلة أن الشبكات التي كنا نتراسل معها شبكة ضعيفة جدا. وقد ذكرت في أسبوع الماضيين بعد انتهاء الانتخابات وبعد إعلان نتائج الانتخابات لهذه الدولة، أن الشبكة كلها مقفولة بحيث لا يستطيع أحد منا أن يتراسل مع أخيه عبر هذه الوسائل الحديثة التي كنا نتحدث ونتراسل معها بيننا وبين أحبابنا في الله، ابتداء من فيسبوك وواتساب وماسنجر وتليجرام وغيرها من الوسائل الحديثة. واليوم في يوم الجمعة قد يعني خرجت الفئة المتظاهرين مجددا بعد صلاة الجمعة مباشرة، التي تشتمل في دعياتها بأنها تعلن أنها يعني رافضة لهذا الإعلان، رافض ترفض الإعلان الانتقابي الذي يشير إلى أن هذا الرئيس الجديد هو المنتقب. وقد تظاهر الشباب، وقلت نحن عندنا في حارتنا على مشكلة أن الشبكات التي كانت معنا ضعيفة جدا، ولكن كنت أعمل مع منظمة الرحمة عند هوايفي هناها. إذا وصلت إلى المكتب إن شاء الله سأشغل الأجهزة ثم أصور ثم أتشارك معكم في هذه القضية، ولكن شاء المنان أن تكون هذه المظاهرات التي تحدث هنا أو حدثت مساء بعد صلاة الجمعة مباشرة منعتني من الخروج من بيتي إلى المنظمة. ولكن مع ذلك كما يقال، ما لا يوجد كله لا يترك جله. وأنا بدوري أنا قمت بإحصاء أن هذه الأسباب التي أدت إلى ظهور أو إلى انتشار هذه الفئة الضالة في أفريقيا برمتها. ومن هذه الأسباب ما يلي: الصوفية. إذا قلت الصوفية عبارة عن مجموعة من طرق الصوفية التي كانت تدعي أنها على سبيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا نحن في كانو تحديدا كانت جماعة الصوفية كان لها يد طول في الدعوة، وكان لها نفوذ قوي عند السلاطين، وكان لها مرتبة مرموقة عند السلاطين وعند الأغنياء وعند الشعب برمتهم. ولما ظهرت الدعوة السلفية وجاء العلماء من المملكة العربية السعودية وكونوا العلماء ودربوهم عن الدورات، هذه الدورات التدريبية الدورات التدريبية لنشر السنة وكيفية إيصالها إلى أذهان الناشئين، بدأت يعني حركة صوفية بالضغط على الشباب وبابتراعات تجاه علماء السنة قديما وحديثا. ولما شاء المنان أن تكون دعوة سلفية تهيمن عليهم، بدأت طرق الصوفية بالانضمام ببعضها بعضا وبالتعاون مع بعض الجميع الفرق التي كانت معادية لمجموعة أو لجماعة أهل السنة والجماعة. فلما جاءت الشيعة ذهبت الجماعة الصوفية إليهم وتعاونت معهم لمحاربة معتقدات السنة، فبدأ التشيع يتغلغل في جماعة الصوفية، وهذا واحد من الأسباب الذي أدى إلى انتشار المعتقد الشيعي عندنا. حتى وجد بعض من علماء الصوفية بدأوا يروجون أفكار الشيعة، وبدأ أتباعهم يعتنقون هذا المعتقد الفاسد. ومن ضمن هذه الأسباب أيضا التي كانت عندي
كسرة المعتقدات الوافدة، يعني عندنا كل عقيدة تأتي، لأن ما عندنا الميزان، ما عندنا ميزان نزن، يعني ما عندنا ميزان نزن، أو الأمة ما عندهم ميزان، يعني ما عندهم علم الشرع ولا عندهم مبادئ شرعية، ما عندهم موازين التي يعني تؤهلهم إلى التمييز بين الصحيح والردي. ولما جاء معتقد الشيعي بدعوى محبة أهل بيت رسول الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرة أهل البيت، طبعا نحن عندنا في أفريقيا كل بيت يعني ويدعي أنه يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل الآباء يسمون آباء أبنائهم بأسماء أو بأسامي أهل بيت رسول الله. ولما جاءت هذه الفرقة المارقة تدعي أنها تحب أهل بيت رسول الله وتناصرهم، بدأ الناس يعتنقون هذا المعتقد ويرون أنه معتقد صحيح. وأيضا الجهل والفقر، نحن في القارة السمراء أو في غرب أفريقيا نعاني من الجهل بالدين، وكذلك نعاني من الفقر الشديد، مما جعل هذه المنظمات الدعوية للشيعة تأتي إلى بيوت الفقراء بدعوى أنها تساعدهم وتعطيهم الطعام والملابس وكذلك المراكب كي يتجولون عليه، وكذلك يمولونهم بالفلوس. وهذا أدى أيضا إلى ظهور أو إلى انتشار هذه الفرقة، وترى الشاب يعتنق هذا المعتقد الفاسد، وكذلك نشر الدعارة. طبعا نحن عندنا كثير من الشباب غير ليسوا متدينين، وترى الشاب يريد أن يعني يرتكب جريمة الزنا، فجاءت الشيعة بدعوى الإسمة أو بعقيدة المتعة، وروضت أحاديث المذؤومة الأحاديث الباطلة التي تنص على فضائل المتعة، فترى الشاب يعني يأخذ الشابة ويتزوج معها يعني نكاح المتعة، ظن منه أنه على الصواب أو أن هذا الزواج زواج صحيح، مما أدى إلى انتشار أو اعتناق هذه العقيدة الظالمة أو الفاسدة لدى الشباب. أنا أتذكر لما كنا في الجامعة، جامعة الإسلامية بالنجر، أنا كونت مجموعة من الشباب حتى يعني ندرب بعضنا بعضا، لأننا إذا عدنا، لأننا أتينا من دول مختلفة ومن دول مختلفة ومن القبائل شتى، لكن تجمعنا اللغة الرسمية في الجامعة وهي اللغة العربية. طبعا ذكر أحد الشباب أنه عاش في دولة غانا وزار يوما الجامعة الأفريقية، الجامعة العالمية أو جامعة المصحف العالمية، وهي جامعة شيئية طبعا، وقال هو لما دخل الجامعة والله قال لي هو لم ير مكان تنتشر فيه الزنا مثل ما انتشرت الزنا في تلك الجامعة بدعوى المتعة. ثم أيضا قلة دور المؤسسات الدينية السنية، يعني هناك أدوار التي تقوم به المنظمات الإسلامية، ولكن عندنا المنظمات أو المؤسسات التعليمية السنية قليلة جدا ومجهوداتها قليلة جدا، ولذلك كان الجهد الذي تقوم به هذه المنظمات وهذه الجماعات السنية مجهود قليل جدا إذا وازننا بما تقوم به المنظمات الشيعية. أنا تحدثت مع اتحاد الأم للاب الجامعة الإسلامية بالنذر، كان أحد الشباب يعني ذهب إلى اتحاد الجامعة المصحف العالمية هنا بنيامي، وذهبوا أخذوهم ذهبوا بهم إلى 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 مقر الجامعة، ومروا بالمكاتب والإداريين، فقال أحد الإداريين إنهم خططوا هنا بنيامي من عام 2000 إلى عام 15 هنا ستحيمن عقيدة الشيعة على عقيدة السنة، وتنتشر عقيدة الشيعة في كل مكان هنا في النيجر تحديدا، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بمساد. قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخيرا عدم الدعم الكافي بالنسبة لدعوة السنة، يعني ما عندنا الدعم، لأن نحتاج إلى وسائل تلفزيونية السنية التي تبث معتقد السني،
وكذلك نحن نحتاج إلى إذاعات إسلامية التي تتولى بس المعتقد السني والدفاع عن السنة والدفاع عن الإسلام والدفاع عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أبو بكر آدم رابع الكنزيزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. أنا لو كنا كم زينكم؟ شيء أسمعي. ما شاء الله.